ينضم إلينا من القاهرة الباحث السياسي اليمني السيد محمد المخلافي. سيد محمد، ما الذي يدفع الحوثيين إلى إعلان الانسحاب بطريقة أحادية هذه المرة؟ مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. بالتأكيد ما دفع الميليشيات الحوثية لإعلان هذا الانسحاب المفاجئ هي الجلسة القادمة لمجلس الأمن المزمع انعقادها في 15 من الشهر الجاري، أي بعد حوالي 5 أو 4 أيام. وكان سبق هذه الجلسة اجتماع للرباعية التي تختص بالملف اليمني المكونة من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وكان هناك تحذير من عدم تنفيذ الخطوة الأولى من اتفاق السويد التي تم المماطلة في تنفيذها لأكثر من 6 أشهر، بينما كان يفترض أن يتم تنفيذها خلال شهر على أعلى مستوى. وكان هناك تهديد بالإعلان عن المعرقل وبالتالي اتخاذ إجراءات أو عقوبات من قبل مجلس الأمن خلال الجلسة القادمة. لذلك حصل هذا التنفيس بعد زيارة مارتن جريفيث للحوثيين في صنعاء. ولكن سيد محمد، ما يجري هي مسرحية هزلية مشابهة تماما للمسرحية التي سبقتها بعدة أشهر. في كل مرة اعتاد العالم أنه في كل مرة يعلن فيها الحوثيون التهدئة أو الانسحاب من منطقة معينة، عادة ما يكون هناك شيء يدار أو يدبر في الخفاء. هذه المرة ما الذي يدبره الحوثيون؟ الحوثيون واضحون في مشروعهم، مشروع انقلابي، وهم يسعون بكل الطرق للحصول على اعتراف دولي بهذا المشروع. لكن ربما نستطيع هنا في هذا المقام أن نحول السؤال إلى صيغة أخرى: ما الذي يدار في الخفاء من قبل الأمم المتحدة ومن قبل المبعوث الذي يعتبرها اليمنيون بريطانيا أكثر من كونه ممثلا للأمم المتحدة؟ ما الذي تريده بريطانيا من سياستها القادمة باتجاه الشرق الأوسط بدرجة كبيرة عقب يعني إعلان خروجها أو يعني التخطيط لخروجها من الاتحاد الأوروبي، العودة إلى البحر الأحمر عن طريق محافظة الحديدة، هذه المحافظة التي يعني بسبب ظروف الانقلاب أصبحت بيد ميليشيا غير معترف بها دوليا، وبدأت السياسة البريطانية بالعودة إلى هذه المنطقة. ولكن هذه الاتهامات سيد محمد كبيرة للمبعوث الأممي، هل تأتي بناء على تحليلات واستنتاجات أم أنها موثقة وهناك ما يثبت تحيز المبعوث الأممي لصالح الحوثيين؟ الإجراءات بشكل منطقي التي حدثت في اتفاق ستوكهولم تجعلنا نقف أمام صورة واضحة جدا لا تحتاج لدلائل أكثر من الوقائع التي حدثت. كان هناك معركة باتجاه محافظة الحديدة وصلت إلى حد الموانئ، ذهب المبعوث الأممي بنفسه إلى ميناء الحديدة وقام بعقد مؤتمر صحفي دعا إليه جميع وسائل إعلام العالم كي يقول أوقفنا معركة الحديدة، وأجبر الجميع وأحرجهم للوصول إلى ستوكهولم دون وجود قواعد واضحة لاتخاذ اتفاق تكون فيه الميليشيات الحوثية هناك ضمانات لتحقيق هذه الاتفاقات. حدد مجلس الأمن بقرار بريطاني وافق عليه الجميع فترة أقصاها شهر لتنفيذ هذا الاتفاق، لم يعلن المبعوث الأممي عن أي معرقل. قامت الميليشيات بمهاجمة المبعوث وبمهاجمة رئيس لجنة الانتشار السابقة دون اتخاذ أي إجراءات من قبل الأمم المتحدة. طلب الحوثيون تغيير هذا المبعوث مرة أخرى أو رئيس لجنة الانتشار برئيس لجنة أخرى الممثل بلوليس جارد بسبب معارضتهم لكشف السابق لخطواتهم وهجماتهم داخل الحديدة. وبالتالي هناك تماهي واضح مع المشروع الحوثي. ما الذي ينتظر العالم من دلائل أكثر من الذي حدث؟ اليمنيون أصبحوا لا يحكمون تماما بإجراءات مارتن جريفيث ولا بجهوده داخل اليمن. شكرا جزيلا لك من القاهرة الباحث السياسي اليمني محمد المخلافي.